انا اول مره اشوفها، لكن دردشنا في الفاصل ودخلت قلبي. هي اصلا دخل قلبي من ساعه ما عرفت هي عدت بايه وشافت ايه وبقت ايه دلوقتي. الاول نرحب بيها ونقول لها ان انت منورانا ومنوره الدنيا كلها. دكتور نشوى فؤاد نورانا النهارده. نورك والله. ثانك يو. دكتور نشوى دكتور اخصائيه تغذيه. أيوة. صحيح صحيح. التوبيك او موضوع الفقره هو تقيل شويه، لكن عايزه بس الجمهور الكريم والمشاهدات العزيزات يسمعوا. انا عارفه ان ما اتفقتش مع حضرتك على ده، بس يسمعوا سريعا قصه حضرتك. اوكي. بريست كانسر طبعا، محاربه سرطان. ماشي. اوكي. انا طول عمري بشتغل نيوتريشن، اخصائي تغذيه، وبعدين 31/1/2019 اتشخصت ببريست كانسر، سرطان الثدي اليمين. عيلتي فيها سرطان ثدي كتير. انا قبل ما اتشخص كنت مجهزه بروجرام بدرسه، هيلث كوتشنج تبع الاتحاد الدولي للكوتشنج، فكان المفروض انزل ادرسه. وبعدين اتشخصت واجلت، قعدت اتعالج من يناير لحد شهر 10. وبعد كده نزلت درست في يناير 2020. ديورنج السنه دي زودت كانسر كوتشنج على البروجرام. بعد ما كثفتي ذاكرت بقى كانسر كوتشنج، وانا عندي كانسر ذاكرت كانسر كوتشنج. ما احنا دكاتره كل ما نتزنق نذاكر. يعني كل ما نبقى عندنا اي مشكله نذاكر، طب ندونا شويه علم، ندونا شويه علم كده يعني. فقعدت اذاكر في السنه دي. نزلت درست في اول 2020، دخلت علينا الكورونا، قلبنا من اوف لاين لاونلاين. بس الحمد لله رب العالمين. اول دفعه اتخرج منها 2 بيشتغلوا كانسر كوتشز، بيساعدوا مرضى السرطان. فانا حسيت انه وكانه يعني وكأن السرطان جالي عشان أعمل حاجة بي أسيبها في الدنيا. لأنه الرحلة ما بتبقاش سهلة، بس أما بتطلعي من الرحلة أحسن مما دخلتيها وبتسيبي أثر بعد كده بسبب الرحلة دي، فبتوصل أنه أنا ممتنة لربنا ان انا جالي دي سرطان ثدي. فانا بشكر ربنا على انه جالي سرطان ثدي. من غير ما كان يجي لي سرطان ثدي ما كانش هيبقى فيه حاجه اسمها كانسر كوتشنج في مصر، وما كانش فيه هيبقى فيه ناس بتساعد مرضى السرطان في مصر. فانا الحمد لله رب العالمين على سرطان الثدي. وانا دلوقتي احسن بني ادم، احسن كتير جدا من اللي دخل رحله السرطان. الحمد لله وسليمة زي الفل. الحمد لله. العلاج أخذ قد إيه؟ سنة. يعني إمتى هتقلك؟ يور فري؟ أنا اتشخصت 31 يناير 2019، عملت العملية 3 فبراير، خلصت علاج يمكن 27/28/10. إحنا يعني أنا دايماً في أكتوبر الوردي ببقى بحتفل بانه عدى عليا سنه كانسر فري. فاحنا يعني يمكن بكره بعده هيبقى اخر الله. جلسه علاج ليا. طلعت 1/11 رحت لبنان ارتاح واستجب. بس انا الحمد لله انا سعيده ان انا جالي السرطان، عرفت الحمد لله ان انا اتعامل معاه، بقيت بني ادم احسن. I love you. I love it. شكرا. طب بما ان احنا بنتكلم عن انه مرض السرطان ليه طرق ووسائل كتير جدا للعلاج، منها الكيماوي، منها العلاج بالأدوية، منها النفسي، هرموني، منها هرموني، ومنها تغذية. طبعا عايز اتكلم على شق التغذية. يلا بينا. يلا. التغذية مش بس في العلاج، التغذية كمان للوقاية.
المعدة بيت الداء ده مش من هباء. طول ما جهازنا الهضمي سليم، كل ما جهازنا المناعي سليم، 70% من الجهاز المناعي بتاعنا في الجهاز الهضمي، فكل ما كنا بناكل أحسن، كل ما كان جهازنا المناعي أقوى، كل ما كانت مقاومتنا للسرطان أكتر. فمش بس يعني المريضة هي لازم تاخد بالها من أكلها، محتاجين كلنا ناخد بالنا من أكلنا، لأنه نسبة الكانسر دلوقتي عالية جدا في العالم، وباي 20 يعني على ما نوصل 20-30 النسبة دي هتتضاعف، فالسرطان فيه ازدياد. من أول الحاجات اللي نحمي نفسنا بيها كلنا إحنا بنحط إيه في بقنا. فعشان أبسط على الناس الموضوع، يعني نحط إيه في بقنا، حاول على قد ما تقدر، وحاولي على قد ما تقدري كلي الحاجة اللي أنت عارفة دي إيه. كل ما تلاقي حاجة كده أكل ما أنتش عارفة جواه إيه، عبارة عن إيه، ابعدي عنه. زي مثلا الاكياس، في كياس كده فيها مقرمشات ومش عارفه، هل حضرتك تعرفي البتاع ده ايه؟ لا، ابعدي عنه بقى ده خلاص. فعلى قد ما نقدر نرجع لاكل، يعني نرجع للاكل بالصوره اللي ربنا خلقه عليها، خلق الاكل عليها. فناكل خضار كتير، ناكل فاكهه كتير، نقلل سكر طبعا، نمتنع عن اللحوم المصنعه، نقلل اللحوم الحمراء، نزود في الأسماك شوية، نقلل في الزيوت المهدرجة اللي هي السمن النباتي، خلينا في زيت زيتون، زيت حار، زيت سمسم، زيت أفوكادو، زبدة ما يضرش بس نقلل منها، نشرب مية كتير، نمنع سكر. دي جنر يعني، دي كده القواعد العامة. القواعد العامة للعلاج والوقاية. الوقاية عشان جهازنا الهضمي يبقى صحي. طول ما جهازنا الهضمي صحي، كل ما كان جهازنا المناعي بقى كويس. جهازنا المناعي كويس، لما تطلع خلية يحصل فيها خلل في الجراث وهتكون سرطان، المفروض ان الجهاز المناعي بتاعنا بيطلع من خلية عشان تاكل الخلية دي. لما جهازنا المناعي بيبقى ضعيف، ما بيقدرش يهاجم الخلية دي، فبيكبر بقى ويبقى ورم. فالأكل طبعا ده نمرة واحد. وبعدين لما هناكل كويس هتقل قوي نسبة السمنة، لأنه السمنة من العوامل الخطيرة جدا لأي سرطان بقى، مش بس سرطان ثدي. وطبعا لو احنا بنتكلم على سرطان ثدي، يعني طبعا السمنة، لأنه كل الخلايا الدهنية اللي عندنا دي لما بنبقى عندنا زيادة في الوزن بتعمل خلل ما في الهرمونات بتاعتنا، فطبعا بتعرضنا أكتر للسرطان الثدي. النوم، أنا سامعة عن النوم. النوم اللي الناس يعني بجد يعني ركناه وهملاه كده، وكأنه عادي يعني ده نوم، ما أنا بقوم، ما أنا بنام الأربع ساعات وأقوم. النوم في غاية الأهمية لحمايتنا من سرطان الثدي ومن بقية السرطانات، لأنه صحة جهازنا المناعي برضو في النوم. حضرتك لو سبتي تليفونك من ما حطيتيهوش على الشاحن بالليل قبل ما تنامي، هيفصل. بالظبط، النوم هو ده دوره عندنا، مش ان احنا نرتاح. حضرتك بتنامي، جسمك ما بينامش، جسمك بيعمل وكأنه بيعمل إعادة تجديد للخلايا بتاعتك. فبنشوف بقى ايه الخلايا اللي تعبانة نتخلص منها، فبيسيب الانرجي بقى كلها بتبقى لايه، للريجنريشن او إعادة البناء. فطول ما حضرتك ما بتناميش كويس، الموتور بتاع إعادة البناء ده مش شغال، فنعجز بدري، يطلع لنا تجاعيد بسرعة، ونبقى عرضة أكتر لسرطان الثدي. كل ما بتقل ساعات نومنا، بيتكون دين من صحتنا للنوم، من جسمنا للنوم. الدين ده بندفعه من جهازنا المناعي. جربتي مرة مثلا تكوني مثلا في الساحل في أجازة وما بننامش خالص وكده، 3-4 أيام ورا بعض ما بننامش بقى خالص وكده، وتيجي بعد مثلا الأجازة تلاقي نفسك جالك برد؟ ما أنا مش عارفة يعني إيه أجازة، ده تغيير جو بقى وبتاع. أنا مش عارفة يعني إيه أجازة عشان أقدر يعني 3-4 أيام كده. طيب ما عنديش طيب، هو الأجازة دي برضو مهمة.
قالوا لي زي النوم. قالوا لي زي النوم. قالوا لي ان النوم والاجازه مهمين جدا. انا سمعت على فكره ان قالوا لي يعني، بس انا مش يعني يوم على الاقل يوم. لا دايما بجد دي بتحصل كتير جدا، انه ناس ترجع من مثلا من اجازه 3 4 ايام ما بيناموش فيها كويس، يجي لهم برد. ده بيبقى سبب مش انه تغيير جو، انه من قله النوم في الاجازات، اللي احنا في الاجازات ايه بنستخسر ننام، لا خلينا بقى نسهر ونلعب وبتاع مش عارف ايه، يجي بقى جهازنا المناعي ينهار بعد الاجازه، تبص تلاقي ايه جالنا برد. واحنا خصوصا بقى في الايام اللي احنا فيها الجهاز المناعي، يعني الجهاز المناعي ممكن ينهار لو الشخص ما نامش 3 4 ايام ورا بعض مظبوط. ده اكيد، ده مليون في المية. واذا كمان مش ما يكونش بس هما معرضين لمرض السرطان، ده كمان الكورونا بقى وكل الامراض المناعيه. بالظبط، عشان ما نامش كويس. ايوه، لانه جهازنا المناعي ده. شكرا. عفوا، اي خدمه. لا انت تمام والله، حضرتك تمام، اتفضلي كملي كملي كملي. ماشي ماشي، كملي اكمل ولا ايه؟ كملي معاكي الميكروفون. طيب عايزين نكمل بقيه الحمايه، يعني احنا اتكلمنا على النوم والجهاز المناعي، طب ايه تاني بيهد الجهاز المناعي؟ لانه الجهاز المناعي ده الجيش بتاعنا اللي بيحمينا. مزبوط. ضد ايه؟ الاخطار الخارجيه والاخطار الداخليه. الاخطار الداخليه زي السرطان خليه، والاخطار الخارجيه زي كورونا يعني دلوقتي في تغيير الجو. طب ايه تاني اللي ممكن يهد الجهاز المناعي؟ ستريس، الضغط العصبي. كل الناس اللي عندها طب امشي طيب ولا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طيب بتقولي كل الحاجات اللي عندي ورا بعض، النوم. طب قلت يعني هتقول النوم وخلاص وهنخلص. مفيش اجازه. ماشي يا ست. الضغط النفسي. لا لا دي جايه لنا. اتفضلي اتفضلي. جايه لنا كلنا. اتفضلي. طبعا الضغط النفسي بيأثر على الجهاز المناعي، وفي ناس كتير جدا اتشخصت بسرطان بعد حدث كبير حصل في حياتهم، زي طلاق، زي اترفدت من الشغل، زي حد مات كده، تبص ليها ايه سنه وتشخصت. طبعا الضغط العصبي بيأثر على جهازنا المناعي. كل الناس اللي عندها امراض مناعيه تقول لك لما بتضايق، الناس مثلا اللي عندها حمى البحر الابيض المتوسط، ده مرض مناعي في الجهاز الهضمي. ما يتضايقوا على طول تجي لهم الاتاك على طول. صح، على طول. الحساسية والإكزيما، لما بنتضايق تطلع الإكزيما والحساسية. بتشمرين ليه يا رضا؟ أنا بشمرت بس عشان اتحريت والله. طيب يا دكتور ماشي. حقيقة يعني مش عارفة. طب أقول لك، هل هم حد قال لك تقولي لي الكلام ده ولا؟ طب هبسطك هبسطك. طب بسطي. نقوي الجهاز المناعي يلا بقى. ها خش عليا وأنا هعمل اللي نلعب رياضة عليه. نلعب رياضة. أنا بلعب رياضة. حلو. دي الحاجة الوحيدة بعملها صح. حلو قوي. قد إيه في الأسبوع؟ على قد ما اقدر يعني. أوكي. في اسبوع يبقى 4، في اسبوع يبقى 3 ايام، في اسبوع يبقى 8، في اسبوع يبقى 5. حلو. لو قدرتي توصلي من 150 ل 300 دقيقه في الاسبوع، انت كده هايله. انت كمان هتدخليني حساب 150. لا 150 ساعة 60. يبقى 2 120 4 ساعات، ساعتين ونص ل 4 في الاسبوع. لا بعمل. انت كده تمام. انا تمام. لا حتى يعني لو مش بنام وما عنديش اجازه وعندي ضغط بس يعني اتليست. طب بتاكلي كويس؟ بتاكلي يعني هيلثي؟ بتاكلي اكل نظيف؟ اكل لما باكل باكل اكل صحي. ايه لما باكل دي؟ لما باكل. اوكي ماشي. ما انا مش باكل زيكم. ايه زينا؟ يعني زي الناس. ايه بقى؟ لا مش باكل كده. اوكي بتاكلي ازاي؟ يعني باكل على اقل القليل، يعني مضطر اكل بقى خلاص. طيب اقل القليل ده نوعيات الاكل؟ لا تمام معاكي بقى. حلو. رز مسلوق، سلطه خضراء، خضار نيف ني، فاكهه، شويه نوتس مسلوقين. حلو قوي. بس هي كل حاجه تلاقيها مسلوقه كده ملهاش طعم. معنى كده ان ما بتاخديش دهون خالص، لان جسمنا محتاج دهون على فكره. لا الحقيقه. طيب ما هو يعني شويه زيت زيتون بقى. زيت زيتون على السلطه. حلو قوي. وزيت زيتون على الجبنه البيضاء. يعني ما باكلش جبنه بيضاء. طب بلاش. زيتون اسود على السلطه. باكل زيتون اسود على التونه. تمام زي الفل. فاهمه يعني عشان بس عشان المعتقد بتاع ان احنا عشان نخس نمنع دهون خالص، ده معتقد. ده انا مش عايزه اخس انا بس ايه لا عشان الناس يعني لو حد انا كنت تخينه
وكنت تخينة. كنت دلوقتي أنا يعني عن زمان دلوقتي 37 كيلو ما شاء الله. عن آخر وزن أنا وصلته ما شاء الله. فأنا خسيت thank you. فأنا خسيت شوية حلوين كتار وبعدين I post. وبعدين عارفة لما تحسي ان انت خسيتي بس خسيتي وجسمك في حاجة مش هي مش مظبوطة خسيتي غلط خسيتي بتاع اوكي فرجعت خنت شوية بعدين ابتديت اخس كويس ابتديت اخس صح وبعدين بقى جاي لي فوبيا ان انا ممكن اتخن تاني اوكي فبقيت فبقى عندي مشكلة مع الاكل اوكي فبقيتي بتخافي من الاكل بخاف من الاكل اوكي فاللي هو ممكن اجي يوم زي النهارده على فكره النهارده كلت كتير جدا فوان ميل كلت كتير جدا بس افهمي بقى انا ممكن اقعد عليها يومين ما اكلش هاكل تفاحيه هاكل جوافيه هاكل شويه نوتس بس مش هاكل اوكي بعاقب نفسي فاهمة قصدي؟ عامل ممكن على الهوا عامل عليك ستريس قصتك مع الاكل؟ لا اوكي اللي بيعمل عليا ضغط الاكل يعني اول لما باكل نفسيتي بتتعب اذا الاكل بقى عليكي ضغط؟ اه ازاي بقى يبقى في ضغط في حاجه من غيرها مش هينفع نعيش ده توتر بقى عالي جدا ليه بقى لما بتتوتر علاقتنا بالاكل احنا ينفع تتوتر علاقتنا بالهواء يعني ينفع نتوتر لما نتنفس كتير مثلا والله انا اسفه والله يعني مش عارفه بعك طب ولا ايه قولي لا ما ينفعش تتوتر علاقتنا بالهواء بالظبط عشان كده برضو ما ينفعش تتوتر علاقتنا بالاكل يعني احنا من غير الاكل مش هينفع نعيش دي حاجه غريزه ما انا ما انا باكل بس ايوه انا قصدي انه ناكل ناكل قليل تمام ما عندناش مشكله بس ما فيش داعي للضغط العصبي يبقى سببه اكل لانه الاكل ده احنا ما ينفعش نعيش من غيره فما ينفعش يبقى هو كمان مصدر ضغط زي الهواء ما ينفعش نعيش من غيره طب سؤال اخير اتفضلي كلميني عن الرياضه في حياة مرضى السرطان آخر جايد لاينز بقى نزلوها للسرطان عشان نحمي نفسنا من السرطان الكانسر انستيتيوتس بره قالت لك مينيمم 150 دقيقة في الأسبوع يعني مشي بس لو عملنا ده كأنه علاج كأنه حتى المريض أو اللي عايز يحمي نفسه لأن أنا مركزة قوي في الوقاية من السرطان يعني بعد الرحلة بتاعتي فأنا دايما بركز أنه إزاي نحمي نفسنا لأنه ينفع نحمي نفسنا على فكرة 40% من حالات السرطان ينفع نحمي نفسنا منها بتظبيط بس اللايف ستايل اللي أنا بقول لحضرتك عليه ده فيعني لو ابتدينا ناخد بالنا من نومنا وأكلنا وحركتنا والضغط العصبي بتاعنا وسجاير وشوية علاقات كويسة في حياتنا ده يحمينا من 40% من يحمي 40% من حالات الكانسر ده على حسب منظمه الصحه العالميه والرضاعه الطبيعيه عشان بما ان احنا بنتكلم على سرطان الثدي انا بشجع جدا الرضاعه الطبيعيه الرضاعه الطبيعيه جدا ست شهور اكسكلوسيف لبن الام ما فيش اي حاجه خالص تدخل للطفل وممكن تبتدي تدخل اكل بعد ست شهور بس تقعد على الاقل من سنه لسنه ونص بترضع طبيعي ده يحميها جدا جدا من سرطان الثدي فينفع نحمي نفسنا من سرطان الثدي ينفع ازاي بان احنا نبتدي نظبط نمط الحياه بتاعنا الصحي نورتيني شكرا نورتينا كلنا شكرا الحمد لله على سلامتك الله يسلمك اقول لك حاجه حلوه بالنسبه للرياضه يعني انا اتعلمت سباحه وانا عندي سرطان نزلت اتمرنت سباحه دلوقتي بعوم 3 عمات وانا عندي سرطان كان من الحاجات اللي سألت نفسي طب هو سرطان يعني موت سرطان يعني موت يعني مرتبط طب نفسك تعملي ايه لو هو سرطان يعني موت نفسك تعملي ايه نفسي اتعلم السباحة فنزلت اتعلمت السباحة دلوقتي بعوم 3 عمات عارفة لما تحسي انه ال 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 الضيف اللي قاعد قدامك هو الاختيار الصحيح على الموضوع والحكاية حضرتك شكرا. الشخص ده شكرا والله لما
تطلع منك يا رضوى. ثانك يو فيري ده اتس اتس ان اونر. شكرا والله والله شكرا. وانا مبسوطه انه انا كمان. نورتينا ربنا يخليك. شكرا. الحمد لله على السلامه. ربنا يحمينا ويحميك وكلكم ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شكرا. مش عارفه اعلق خالص. هيسال الكلام حقيقي حقيقي. مشاهداتي عزيزاتي وفريتي الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هنا وبس.